تحمل الابلكيشن بتاع الشركه، يعني كل ما ينزل فيديوز هتلاقي فيه نوتيفيكيشن جايه لك، او تعمل سبسكرايب لليوتيوب شانل، كل ما ينزل حاجه في مش عارف ريديانس ابلودد ايه ابلودد ايه ابلودد ايه، فانت تبقى متابع هي بتمشي ازاي. اوكي طيب، كل ما يركز معي، وانت جاي تعمل حصر، وانت جاي تعمل حصر، تحصر ايه؟ بحصر حاجتين، ماتيريال سواء كان بقى خرسانه سواء كان ستيل سواء كان ايا كان، او ايه او اليمنت. يعني ايه اليمنت؟ كاميرات، عمدان، ابواب، شبابيك، ايا كان. يعني انت محتاج مثلا تقول لي الدور الاولاني انا عندي كام عمود من قطاع مثلا 30 في 30، وكم عمود من قطاع 30 في 70، وكم عمود من قطاع 30 في 90، فاهم قصدي؟ وفوليوم كل واحد، واضرب لي فوليوم كل واحد في عددهم، وبعد ما تجيب المتر المكعب توتالي اضربها لي في سعر المتر المكعب الواحد، يطلع لي توتال ايه؟ توتال بادجت. والتوتال بادجت دي تكون لمين؟ لكل ليفل. يعني ايه لكل ليفل؟ يعني لكل دور. عايز سعر العمدان في الدور الاولاني، سعر القواعد في الدور الاولاني، سعر الكاميرات في الدور الثاني، بحيث لما انا اخش اعمل مقايسه او اخش انفذ على الاقل ابقى عارف عشان اطلع سي مثلا بالقواعد والعمدان وسقف هصرف كام. طب سقفين هصرف قد ايه؟ طب ثلاث اسقف هصرف قد ايه؟ وهكذا. واحنا في الهيئه المفروض كنا بنحصر ازاي؟ طبعا حصر الحديد هنقوله برده، لان هو من النوع اللي فيه حوارات شويه. هتلاقي مثلا ايه، باجي احصر اليمنت بعد اغير ماتيريال الحديد الاول. انا قلت لكم الموضوع ده عشان لما هاجي احصر الماتيريال بتاعته اروح مختار الماتيريال اللي انا عاملها له بشكل مختلف عشان يجيب لي الفوليوم بتاع الحديد بطريقه تانية، واضربه في ال 7.85 اللي هو الجامه بتاعت مين؟ بتاعت الستيل، يديني الوزن بالطن كام، واروح اقول له ثمن الطن كام، يروح مديني التوتال ايه؟ التوتال بادجت. كل ده هي فيها حوارات في الحصر، لكن ده اسهل بكتير جدا من ان انا اعمله ايه؟ من ان انا اعمله مانيوال. فاهمين قصدي؟ يعني انا بقى سهل عليا ان انا احصره بحواراته، اسهل منه ان انا اعمل ايه؟ زي بقى ما كنا بنعمله في الجيش، تمسك اللوحه وتقعد تعد لي كام كاميرا وكام سيخ وتقيس مش عارف ايه وده طوله ايه وتفرد وتعمل اكسل شيت، والدور الاولاني كام في كام كام، وتقعد تجمع وتجمع وتجمع وتجمع. ابن قصدي ده بنقعد فيها شهر. دي ده مثلا يجي حصر منشا يلا، فاهم؟ تاني انا كنت عامل واحد في الجيش هنا كان بتاع الاسكان المتوسط، هو ده. ده مثلا العمدان سي واحد في الدور الاول ارضي فاي 16 كام كيلو، جه من كام تسليح. طيب دي كان طول السيخ A و B و C، دي كانت تفصيلات. يعني لو ما تخش في الكاد هتلاقي دي كانت تفصيله، تفصيله مثلا ال A اللي هي جايه بجنش واحد، البي بجنشين، السي مش عارف ايه، فاهم؟ دي كلها كان نوع فيها شهر. يلا عندك حصر بيلدينج، يلا بقى شهر كده سيبوني، في الاخر تعالى خدوا مني الايه، تعالى مني الحصر. اولا في حد ممكن يشتغل في الاسكان المتوسط؟ هو كل واحد اللوحه دي لو حد اشتغل اكيد عارف اللوحه دي. ده كان شغلنا وادي التفصيلات، فاهم؟ ايه كده، ايه زائد بي كده، ايه زائد بي زائد سي كده، اتنين ايه، فاهم؟ الشيب الاولاني التاني التالت الرابع، وده كله كان بيترجم فين؟ في الاكسل. يقول لك ده الشيب الاولاني، الشيب التاني، الشيب التالت. تقعد سيادتك بقى تمسك لي سيخ سيخ كده، تحصل كام سيخ؟ شيب اولاني كام سيخ، شيب تاني كام سيخ، شيب تالت. وبعد كده تروح جايب الاوزان بتاعتها، بعد ما تجيب الاوزان تروح ناخدها على جنب نجيب منها الايه؟ الفلوس. وهكذا. ده كان حصر حديد. في حصر خرسانات حاجه ثانيه معايا يا جماعه، ده لو هنعمله باكسل. يعني لو دخلنا هنا في الـ ايه مثلا، كان في واحد خرسانات اهو، اهو ده حصر خرسانات عمدان 4.5 5 متر، 5 متر 70. ده طبعا عشان موضوع قصيه الردم بيحفر قد ايه ومش عارف ايه والكلام الكتير ده، ان هو بيبقى تبع مناطق مختلفه. يعني كانت اكتر حاجه بنحصر فيها هي السادات عشان تبقى فيها كانت صعبه،
كنا بنعمل تربة احلال ومش عارف نشيل ايه ونحط ايه، ما كانش بيبقى متر ونص عادي خالص. اللي ممكن عايز المشروع ده ممكن ابدهوله يعني، مفيش مشكلة. كنا بنعمل ايه بقى؟ ما كانتش هنا. كنا نيجي لكل اسمين من دول، عارفين انتوا الحوار ده، ناخد مثلا ليه ايزو يجيب لك السميلات. حلو، انت محتاج مثلا عندك 4 × 16. هل 4 × 16 ده تعال شوف طولهم قد ايه. كنا نعمل ايه؟ كان في لازب بقى هو اللي كنا شغالين بيه اسمه توتال لانس كده، عارفينه صح؟ عارفينه، هو ده اللي كنا شغالينه في الـ في الـ واحنا في الهيئه. مش عارف هو ده كان كومن عند كل الناس ولا كان عندنا بس، مع الليزب دوت شغال عند كله ولا عندنا بس. تيجي هنا يقول لك توتال لينس كام؟ 533. كنت تقسمه على الاثنين عشان هو ايه؟ خطين. بعد ما نجيب الخطين تروح بقى شايف يبقى 533 على الاثنين يعني 250 متر. تجيب 4 × 16 تقول يبقى فيها مثلا تقريبي 250 متر، تروح مدربها وجايب مساحه السيخ ومش عارف ايه، يبقى دول مثلا السملاك كام طن، فاهم؟ تقعد تعمل واحده واحده كده لحد ما تتشد من حاجه وتخلص في الاخر الاوزان. وفي الاخر يعني السملاك دي واحسبها من وش القعده. حاسبها ايه؟ من وش القعده. كنا بقى ايه نعمل تاني؟ ايه اروح انا جاي عامل لاين في النص ماسك كل جوه واحد، اقول له مثلا اعمل لي لاين وزوده لي لجوه، فاهمني؟ نفس الكلام في الاركتكتشر يعني. مثلا عندك الحيطان، استحاله الحيطان احصلها زي ما طالعه، لازم اروح شايل الابواب شايل الشبابيك شايل كل حاجه وراح مطول الدنيا ومقفل بولي لاينز بتاعتي عشان لما اجي احصل تحصل مظبوط. نفس الكلام في الواجهات، لما تيجي تحصل واجهات تجيب الواجهه لازم تقعد تفرغ الشباك وتحط مش عارف فين والبلكونه فين ومن جوه من وش جوه من وش بره من وش فوق عشان تيجي تحصل تحصل مظبوط. يعني كل حاجه بتبقى لها ايه؟ ليها يعني ليها طريقه. تعالى بقى ده كان عدى على النت بتاعي الكتاب ده، شفتوه اكيد. الكتاب ده كنت محمله من على النت. يعني بيقول لك مثلا سي بعد ما تعمل ديزاين المفروض بتقسم الستيل على الكونكريت، يعني اسف بتجيب الكونكريت على الستيل وتروح جايب المفروض فيه نسبه. يقول لك مثلا البلاطه ما تعديش 140 120 مثلا، الاقمده ما تعديش 90، مش عارف ايه ما يعديش كام، عشان انت بتعمل ديزاين ما يكونش الحديد اللي في السقف اكبر من الرينج بتاعك. يعني في ناس تعمل ديزاينات عادي وبعد ما يخلص يجي حد راجع عليه يقول السقف ده حديده تقيل. ايه يعني ايه حديده تقيل؟ ما هو حديده مسيف، اهو حديده مسيف بس نسبه الحديد فيه الخرسانه مالها اكبر من الرينج اللي شغالين عليه. فبالتالي بقدر اقول ان السقف ده حديده ايه؟ حديده تقيل. وده اللي بيعملوه غالبا في العاصمه، لو مثلا يجي يشوف سقف اشكال الهيئه لما بتيجي تخرج حاجه بتحاول قد ما تقدر تكتر خرسانه وايه وتقلل الحديد عشان النسبه بتاعتها ما تبقاش كتير فما تدفعش كتير. هم دماغهم كده يقول لك اصرف خرسانه ولا نصرف ايه ولا نصرف حديد. في ناس تانية يقول لك لا هعلي الميو او اعلي ايه نسبه الحديد واقلل مين قطاعات عشان متطلب معماري على حسب ما بيعمل. كله ماشي الجيش كله ماشي بيقول لك عليه ده. يعني مثلا كنت بسلم حاجه للعقيد ولا اللواء يقول لك ايه يروح حاسب الاول والعمدان، كانت اسهل حاجه يحسب العمدان خرسانه على حديد يشوف النسبه كام بالظبط، لو عدت الافريج خلاص. في سؤال هنا ايه المولين بيحبوا كده يكعبوا بيكعبوا. كنت اسال في حاجه هندسه اللي وراك؟ في كنت اسال في حاجه؟ طيب بص بقى، كل ده لو دخلنا في سكه مين؟ المانيوال، تخش في الاكسلات وفي الكادات وتقعد تعمل بقى توتال لانس وترام واكستند لحد ما توصل للشكل اللي حضرتك ايه حبه. ممكن حضرتك تبقى متخيل الحصر بطريقه معينه واللي بتسلمه له متخيله بطريقه ثانيه فيخليك تعيد الحصر ثاني او يتزود نسبه معينه، يقول لك اضرب 1.1 اضرب 1.3 اضرب 1.2 ليه؟ عشان مثلا ما خدش في اعتبارك السبلايسز، مثلا ما خدش في اعتبارك مش عارف ايه، ما خدش في اعتبارك الهالك. كل ده بيروح مزودين النسب وفي الاخر ما بتطلعش برده ايه اكيوريت. الريفت مش هقول لك برده هيطلعها اكيوريت، بس هو بيطلعها نسبه مثلا 90% صح، في 10% اللي هو بتضرب 1.1 معروف
يعني حديد الرافل الخرسانات مظبوطه 100%. الحديد هو اللي بيطلع ايه نسبه 90% صح. تاخد الاوزان تضربها فين؟ 1.1. يبقى دي بالنسبه لك اللي هتشيك ايه لك تشيك عليه. بعمل ايه؟ من فيو اكتب معايا سكيدول اند كوانتيتيز. سكيدول اند كوانتيتيز. بص بقى من هنا بيجي حاجه اسمها الكاتيجوريز. يعني ايه الكاتيجوري؟ انت محتاج تحصل ايه؟ محتاج تحصل الكولوم، محتاج تحصل الدور، الفرنيتشر، الليفل، الريلينج. ايه بالظبط؟ انا بحصل سي مثلا الاستراكشر كولوم. خلي بالك محدش يغلط ويختار مين ويختار كولوم. كولوم دي اللي هي الاركتكتشر. كل العمدان اللي انا برسمها اسمها ايه؟ ستراكتشر كولوم. طيب يبقى انا حددت له ان انا هرسم ستراكتشر ايه؟ ستراكتشر كولوم. ادوس اوكي. عايز تشوف ايه بقى؟ ركز معايا. البيز ليفل. يعني ايه البيز ليفل؟ العمود من تحت عند ليفل كام؟ كله يركز معايا. الكاونت، الكوست، فاميان تايب، الفوليوم، كفايه دول. يبقى انت عايز تشوف العمود ده في دور كام؟ كام واحد؟ ثمنه ايه؟ نوعه ايه؟ وحجمه كام؟ صح؟ في حاجه اسمها كالكوليت الفاليو. اكتب معايا ايه الكالكوليت الفاليو دي؟ كالكوليت الفاليو اللي هو الفاينل ايه؟ الفاينل كوست. واقول له مين في مين بقى؟ الكوست في الفوليوم. الكوست في مين؟ في الفوليوم. بس هنا في مشكله في الرافل. المفروض الكوست دي يونت لس صح؟ يعني ايه يونت لس؟ يعني ما فيهاش وحده. والفوليوم بالمتر كيوب. شايف انت التايب دي هتخليه بالايه؟ بالفوليوم. هتقول لي ازاي ده انا عايز التوتال كوست او الفاينل كوست دي بالنمبر صح؟ لو دوست اوكي هيقول لك ايه؟ ان كونستانت يونت. يعني ايه ان كونستانت يونت؟ يعني الوحده اللي انت مدخلها مش مظبوطه. هي مش الوحده، هي الطيب نفسه منين مش مظبوط. فانا لازم اختاره ايه؟ فانا لازم اختاره فوليوم. طب ادوس اوكي. ادوس اوكي. ادي مين؟ ادي اللي بيظهر لك. ممكن سيادتك ترتبه باي شكل كان. يعني تيجي هنا في الفلدس مثلا تقول انا عايز اشوف الاول الفاميلي ان تايب، وبعد كده الليفل، بعد كده الكاونت، بعد كده الكوست، والفوليوم، والفاينل كوست بالمنظر ده. معايا؟ حلو قوي. الجدول بالمنظر ده ما يلزمكش في حاجه. يعني ايه؟ يعني انا مش فاهم حاجه. هو راسس الأندان كلها بتاعت الايه؟ المشروع كله. لا انا عايز اعمل حاجه اسمها ايه؟ لو في ناس كتير منكم شغالين اكسل، سورتنج وجروبنج. يعني ايه سورتنج وجروبنج؟ عايز اعمل افقط. بمعنى اقول له الاول اعمل لي بالبيز ايه؟ بالبيز ليفل، وحطه لي فين؟ في الهيدر. دوس اوكي كده يبقى جاب لك دول اللي في مين؟ الانتري ليفل. تنزل تحت دول اللي فلور نمبر كام؟ فلور نمبر 2. تنزل تحت فلور نمبر كام؟ 3. حلو اللي انت عامله. يبقى انا اول حاجه عملتها ايه؟ فقط على حسب مين؟ فقط على حسب الليفل. عايز اعمل سورتنج اند جروبنج تاني بمين؟ بالفاميلي اند ايه؟ بالفاميلي اند تايب. واقول له هيدر
يبقى هيقول لي البيز ليفل او الهام العمود الراوند الكام 45 تنزل تحت العمود الكام 75 تنزل تحت العمدان اللي ايه الستيل الدور الثاني العمود الكام 45 الدور الثالث 45 صعب الكلام ده يبقى دي تاني سورتنج عندي برضو في حاجه انا المنظر ده برضو مش ايه مش فاميليار بالنسبه لي معناته ايه يعني انا مش عايز اشوف هات لي سبميشن هات لي المجموعه انا بعمل حصر عشان كده صح فمن سورتنج اند جروبنج اكتب معايا في حاجه اسمها ايتمايز ايه ايتمايز ده بقى بص راح شال لي مين شال لي ال elements كلها جاب لي ال entry level عمود 45 ده عمود 75 ده عمود ستيل ده floor number 2 عمود 45 ده floor number 3 عمود 45 ده ده اللي انا محتاجه بقى ده اللي انا محتاجه وانا داخل اعمل حصر للكولومز كل حاجه ايه كل حاجه انا محتاج منها ايه جيت دخلت على sorting and grouping كان في هنا حاجه اسمها itemized every instant راح داخل على sorting and grouping واشيل مين واشيل الitemized الايه من جوه لا خدها ماشي على الاكسل واعمل اللي انت عايزه لا 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 ايه هو لسه هدرب انا برضو عايز افهم يعني ايه الفورمه فهمني اكتر انا فاهم يا باشا الشكل انت عايز تحصله ازاي عايز الاريا يعني طيب ما هو من الفلدس هنا هتلاقي لا مش هتلاقي هتلاقي في هنا اللانس ممكن انت تعمل اد بارامتر ايه الاد بارامتر ده هتقول له مثلا اريا للتايب وتقول له دي اريا وتيجي تدخلها بالمنظر ده هتقول له ايه مثلا دايمنشن تدوس اوكي كده الاريا دي هتزود هنا خش تعدلها تقول له خد البي وفي الدي ده لو انت عايز تاخد اريا فاهم حيث البي والدي او الـ او اه البي في الدي اللي هي ايه كده كده في حاجه اسمها اللانس ايه اللانس ده اللانس ده هو طول مين طول العمود الطول ماشي ما هو مقصوص منه مش عارف مين وفين ده الطول بتاع النت خد الطول طبعا من اللي انت عايزه فهمتني ولا لا يعني ممكن اعمل انا كالكوليتد فاليو بس مش هينفع يعني كنت عايز اخد اللانس واضربه في الاريا فاهم يعني عايز اخد مثلا هنا الاريا ما مش هدينا حاجه عشان لسه ما دخلتش اي حاجه في الاثنين لازم بارامتر مع ايه مع لينس بالظبط استنى افكر لك فيها ما انا فاهم طب استنى مش انت لما تجيب اللينس بتاع كل عمود ما انت سهل قوي تجيب البارامتر بتاع الواحد لا ما هو انت يعني بص يعني مثلا ادي اللينس راح مزود لينس مين العمود ده 45 صعب تجيب البارامتر بتاعه انت هتعمل ايه بقى هقول لك هتزود بارامتر اسمه البارامتر حلو وتقول له هو عباره عن مين هو عباره عن لينس صح وتقول له هدخلها داتا كده انت زودت حاجه اسمها ايه بارامتر هتبقى هنا بص فاضيه انت هتدخل انت الرقم بايدك بقى فاهم طب ليه عشان لما اخش في الفلدس واقول له اعمل لي قول معايا اللي انت عايزه ايا كان اسمه فريم ورك هتقول له هنا ايه بقى درب لي اللانس في مين في البارامتر
وهتقول له دي اريا كده شوف فاهم وتدوس اوكي. ساعتها هتلاقي هنا في خانه ظهر اسمها ايه الفريم ورك. بس انت مطلوب منك تدخل مين بارامتر. يعني مثلا عندك ده 45 البارامتر بتاعه بيساوي ايه باي على 4 في 4 3 2 4 انا حافظها بالعربي باي في الدي انا حافظها ماشي باي في الدي. هل هتروح انت جايب مثلا كده 3.14 مثلا في الدي اللي هي كام 45 بالمتر مثلا يبقى 1 بوينت كام 413. تروح انت جاي هنا تدخل 1.413 ما انا اريد عملتها هنا مش انا عملتها هنا. لا لا هنا البارامتر مش ابعاد رقم بس فهمت. تويت انت الناس منك بقى لينس ويتس هايت. هو اللينس هو الهايت البي والدي البي والدي دي دي بارامترز في الفاميلي. لو مش موجوده في الفلدس هنا يبقى مش هعملها فاهمني. طب انت عايز تعمل ايه في عشان تاخد بيه المستخلص؟ لا وتضربهم التلاته في بعض بالظبط. عشان كده قلت لستاتك انت ممكن تعمل هنا حاجه اسمها الاريا. انت عايز تجيبها فاكتور في البي والدي اللي في الفاميلي. بص سيبها لما نخش الماتيريال. انت لما في الماتيريال لما نخش على حصر الماتيريال وجيت مثلا قلت احصر لي ستراكشر كولوم هتلاقي هنا حاجه اسمها ماتيريال ايه ماتيريال اريا. هو برده كده هو مش ده مش ده شكل اللي انا اقدر اقدمه ما الاريا دي هي حصل ضرب البي في الدي. ما هو ده عشان مكتوب الفاميلي هنا اسمها ايه فهو اوريدي معروف الاريا دي جت منين. استنى بس ممكن يخرج في اكسل عادي فاهم. يعني انت ممكن هنا ده انت مثلا عايز تخرجه تقول لي اكسبورت ريبورت سكيدول فاهم. تفتح اكسل عليك لو شديد ده هنا بص اهو ما دي الفكره. انا مش عايز ارجع للنقطه دي انا عايز اخرج كله من الرافل. ما لو حضرتك تفهمني انت محتاج منه ايه بالظبط هوصله لك. حلو ده ستامبا. ايوه انا اوريدي البي والدي دي كاتبها هنا في الفاميلي ان تايب. لا ما لا ما خلينا ما نروحش للستامبا معينه اوصل لها عارف بالظبط. هو اوريدي الرافت عمره ما يكتب اسم فاميلي غير لما يكون مقاساته مظبوط. طب ماشي سهلة. ما حضرتك تيجي هنا وتعمل لي البي والدي وتضربه في اللينس. يعني انت ممكن تيجي هنا تقول له الواتس ولينس للتايم بس انت تدخلها بايدك.
مش فاهمني. انا لو دخلها هنا هخلع لك. لا لا يعني هيبقى في كور ويس. يعني بالظبط بالظبط. يعني مثلا عندك الدي او الدبس لللانس للتايب، اهم حاجه تقول له للتايب. انت بقى عايز تضرب الايه الواتس في الدبس فين؟ في اللانس اهي، هتدوس اوكي. ده اللي انت محتاجه، واتس دبس لانس صح. بس انت هتيجي مثلا تفك ايوه انا جاي لسه واحده واحده. تيجي مثلا هنا عايزين نعمل عمود ريكتانجلر، بس بلاش. الويتس كام؟ 45 صح، مش ده دائري؟ لما تدوس على ده هيتغير في مين؟ هيتغير في كله، بس هو عامل تقريبا. مالو التسجيل في فتح ولا ايه؟ في الفورماتنج فين الفيلد فورمات؟ في هنا حاجه اسمها التقريب، تقول له حاجه اسمها 2 ديسيمال. عشان يظهر لك مين البوينت 4 5 يعني. اللي بيعمل الان معايا. طيب والدبس كام؟ 45. انت بقى عايز تعمل حاجه اسمها ايه؟ كالكوليتد فاليو صح، عباره عن ايه؟ الواتس في الدبس في اللانس. فكره بقى في مين؟ اصفارة شفت؟ مفيش كده. لا 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 لا. صفرت ليه؟ لا 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 انا عايز اعملها. الواتس في الدبس في اللانس، مفيش حاجة توقفها يعني. طيب انا هظبطها لك. ماشي هنشوف مشكلتها ايه، بس في دي فكرتها فاهم. هتروح مزود البارامترز الواتس والدبس واللانس وتضرب الثلاثه في بعض. ده لو انت عايز تزود حاجه يعني. طلع فين؟ لا هو الفوليوم كده طالع. لا هو ما عايزين يحطوا الواتس والدبس واللانس موجودين في السلايه. يمكنهم على حاجة تانية خالص. نرجع بقى للأساس بتاعنا.
دخلنا على صورتي كان جروبنج شلنا مين الايتمايزد دي كان اخر حاجه وصلنا لها صح. طيب محتاج احسب التوتال فوليوم هل والتوتال كوست. طيب قبل ما اخش في دي كل الناس عندها بروجكت موجوده صح ممكن توصلي لي الجدول ده بالظبط يلا بسرعه اسا في السكيدول شايفها هتلاقي فيها السكيدول اللي انت عملتها كله بقى ركز معايا. في ناس بقى خانات مش عندها ما ظهرتش في خانات عند بعض الناس ما ظهرتش زي مثلا الفوليوم اكيد مش اللي عندهم كلها ايه 0.56 صح هو عمود واحد. طب اعمل الكوميوليتيف بتاعها ازاي اضرب ازاي الكوست في الفوليوم. بص يا سيدي الموضوع مش صعب نفس الكلام من سورتنج اند جروبنج في حاجه اسمها جراند ايه جراند توتال جراند ايه واقول له توتال ايه توتال اونلي جراند توتال والبتاع بتاعها ايه توتال اونلي. في حاجه اسمها فوتر شايفها اقول له في الفوتر ده اعمل لي توتال ايه توتال اونلي واجي من فورماتنج اخش على الفوليوم الاقي هنا حاجه اسمها كالكوليت الايه التوتال كل ده في الاخر يجمع لك مين تاني جراند توتال قلت له توتال ايه اونلي وفي الفوتر قلت له توتال ايه اونلي في الفورماتنج في الفوليوم هقول له كالكوليت ايه كالكوليت التوتال. صعب الكلام ده هو هتلاقي لوحده راح جمع مين راح جمع الفوليوم. بص بقى لما تيجي تدرب الكوست في الفوليوم لما تيجي هندسه تدرب الايه الكوست في الفوليوم اروح اشيل الاول مين الايتمايز افكهم لما افكهم احط الكوست 200 مثلا 2000 اسف متر مكعب خرسانه بالتسليح سي مثلا من 1500 ل 2000 احطه 2000 مثلا تنزل تحت هنا 2000 برضه الستيل مثلا ماشي خليه زي الكونكريت مبدئيا هل راح هو عمل ايه راح هو ادرب مين درب الفوليوم في مين في الكوست روح في سورتنج اند جروبنج كده شيل الايتمايزد ايه اللي حصل الفاينل كوست مش متجمعه صح ليه مش متجمعه عشان من فورماتنج الفاينل كوست لازم اعمل كالكوليت ايه توتال ادوس اوكي يروح مجمع لك مين يروح مجمع لك الكوست. على فكره في حاجه الواتس واللانس والدبس اهو اوكي هنيجي هنا هشيل الايتمايزد واجي اقول له ايه الواتس مش 0.35 450 والدبس 450 يروح مديني مين الفاينل دربهم في بعض فاهم حاجه مش كان بالملي انا كنت بضربها 0.45 تضرب في 3800 دوت بالملي فاهم فالرقم كان بيدفع 0.00 مش عارف ايه ففي حد خد باله وقال لي خلي بالك انت بتدخل بالمتر وهي بالايه بالملي لما دخلناها بالملي الرقم ايه طلع معاك اوكي ما خلي بالك ان الاثنين دول انت اللي مزودهم فانت بتدخل فيهم رقم انا مش بدخل يعني البي او الواتس ده مش باخده من الفاميلي انا اللي بدخله بايدي فب 0.45 انت اللي بتدخلها بايدك 450 انت اللي بتدخلها بايدك برضه فاهمنا. طيب انا بقى محتاج كل الاكسل ده اجمعه يعني ايه اجمعه يعني اجي من فورماتنج هقول له الفاينل كالكوليتد توتال الفوليوم كالكوليتد توتال الفاينل كوست كالكوليتد توتال واجي فاينل كوست في حاجه اسمها فيلد ايه فيلد فورمات هشيل دي هو كاتبها لي متر ايه مكعب هشيل انا مين المتر المكعب واقول له ايه زيرو ديسيمال يعني ايه زيرو ديسيمال بص ما فيش مش عايز كسور فاهم نيجي تاني من فورماتنج للفاينل فورمات هو برده جايبها لي بالمتر الايه المكعب انت سي مثلا عايز تطلعها هي المفروض بالمتر المكعب انت عايز تطلعها بوحده ايه مثلا من غير يونت برده تروح واخد دي وعاملها له نان بس المفروض تطلع بدي. طيب ايه تاني في حاجه بقى
هل انت محتاج الكولوم بتاع الفاميلي ان تايب؟ هو كده كده بيظهر فين؟ يعني انت لو شلت ايتمايزد هو كده، شوف هو عمال يجمع كله اهي، بس الواتس 450. ما هو انا حطيته في واحد بس، يعني المفروض ده يبقى كام؟ 750. بس خلي بالك هنا هو جاب اللينس نت، يعني فاهم من غير اي حاجه مقطوعه، وضربها في مين؟ في البي والدي، صح؟ هنا لا، يعني هنا 35، هنا 48، هنا 7، هنا 9. ليه ده ازيد؟ عشان ما خدش في المقص، يعني هنا قطع مع البلاطه، قطع مع الكاميرا، قطع مع القعده، قطع مع ايا كان، فالفوليوم ما خدوش ايه؟ ما خدوش كامل. مش فاهم. هنا خد يعني هنا خد بعد ما قطع، هنا خده كله لان اللينس واخده توتال، فاهم؟ اللي هو ارتفاع الدور ده المفروض الادق بالتداخلات. بالظبط كده، ده انا عايز اوصله لك. يعني الفوليوم اللي بيظهر هنا دوت ده بعد ما ايه؟ بعد الكات لينس. فاكر ما كنت بقول لكم في الامتحان في حاجه اسمها كات لينس؟ كات لينس اللي هو من وش لوش معايا، لكن هنا لا، هو خد توتالي، حتى الارقام تلاقيها قريبه من بعض. هنا مثلا ده ستيل مش هدخل فيه، هنا دوت 45 45. صعب الكلام ده؟ طيب هل انا محتاج الفاميلي ان تايب دي؟ انا محتاجها عشان بعمل بيها سورتنج اند جرومنج، صح؟ بس مش محتاجها تظهر قدامي. مش فاهم يعني من فورماتنج في فاميلي ان تايب شايفها، هقول له هيدن فايل هيدن فيلد، ايه اللي حصل؟ هو خفى مين؟ هو خفى الفاميلي ان تايب، بس الريفلكت بتاعها او استخدامها في السورتنج اند جروبنج ماله موجود معايا. نفس الكلام في الليفل، انا مش محتاج الايه البيز ليفل، لكن الايه الريفلكت بتاعه انا عايزه. طيب الكوست محتاج الكوست، الفوليوم ماشي، فاينل كوست، الواتس، اللينس، الدبس، والفاينل. انا عايز اخلي دول في جروب لوحده. في هنا حاجه اسمها ايه؟ جروب. وتقول له ايه في الجروب ده؟ دايمنشن معايا. طب وهنا تقول له مثلا ده، تقول له هنا هات لي فاينل كوست اقول له جروب وسميها ايه؟ البرايس. تمام، بتفقط مين؟ بتفقط الجدول بتاعك. من الصبح مستنيك يا عم والله عظيم. ما انت شغلتني في حاجات ثانيه، معلش. هاخد كل ده واكسبورته على مين بقى؟ على الاكسل. معايا يا جماعة؟ كله كده خرج ايه؟ فانا الكوست ما ظهرتش ليه؟ ثانية. ايوه خير، قولي تنكتكوا ازاي يعني؟ بالراحة بس، المال اللي انا بعته لك ده انت المفروض هتنقل زيه. انا بعت لك اني تنكات، التنكات اللي هي فيها 35. ال ال ولا الدبس؟ ايه 450 ازاي؟ اكيد دبس. اللينس 45 متر يعني. ماشي ماشي، في حاجات لا مش غريبه، هم يعني في كذا تنك مبعوث، فانا مش عارف ابعت لك اني واحد.
انا بعت لك الاني انا هخلص المحاضره اللي في القبه واكلمك على طول عشان انا مش عارف اشتغل دلوقتي. سلام. هي دي طلع لي كله فين بقى على اكسل. تاخد انت بره بقى براحتك. ماشي يا جماعه. يبقى انت خدت اللي انت عملته وديته فين؟ قطع الاكسل وادي الواتس وادي اللينس وادي مين وادي الفاين. في اي مشكله عند اي حد في الموضوع ده؟ صعب الكلام ده. يبقى الموضوع كله في موضوع كالكوليت التوتال. ولما بتيجي تقول له فورماتنج كالكوليت توتال ولما تيجي هنا في الرافت تقول له توتال اونلي والجراند توتال. توتال ايه؟ توتال اونلي. صعب يا جماعه؟ في مشكله عند حد؟ طب يلا خلاص سؤال يلا عشان نخش في الماتيريال. هي مش بعيده عنها. كل قلمت نفس الموضوع. فكره بقى في الماتيريال مش كده؟ قلت لك خلاص الماتيريال الاول يعني خلاص دي نخش في الماتيريال. كله بقى يركز معايا. كده في اي تساؤل عن حد في موضوع الحصر؟ طب زي ما الناس كانت متوقعه ولا لقيتهم مختلف شويه؟ طيب اوكي هعتبر الاجابه ماشي. من فيو سكيدول ماتيريال تيك اوف. هناك بتحصر element هنا بتحصر material. وفي الماتيريال بقول له مالتي كاتيجوري ما بختارش ماتيريال معينه. واجي اقول له ايه؟ ماتيريال نيم ماتيريال فوليوم. ليفل. انا معاك بس دي مركز في الاسامي. ماتيريال كوست فاميلي اند تايب. وادوس اوكي. طبعا اقول لك كالكوليت فاليو فاينل كوست ماتيريال فوليوم في ماتيريال كوست الواحده بالفوليوم
نفس الكلام. فكره بقى الماتيريال المالتي كاتيجوري في الماتيريال انك بتخش على الفلتر. يعني ايه على الفلتر؟ بقول له اعمل لي فلتر بالماتيريال ايه، بالماتيريال نيم، وهات لي النيم بتاعها اللي هو كونكريت مثلا سي 28 ميجا باسكال. يبقى هو الماتيريال اللي مظهرها لك دي هي الكونكريت بتاعت مين؟ بتاعت 28 ميجا باسكال. طيب بتخش بقى من السورتنج اند جروبنج تقول له باي ليفل، باي فاميلي اند تايب، وتيجي في الفوتر تقول له توتال اونلي وجراند توتال توتال اونلي، وفي الفورماتنج كالكوليت توتال، والفيلد فورمات شيل متر مكعب وحطه ايه زيرو زي مين، الفوليوم كالكوليت توتال، الكوست مفيش. اوكي بقى دلوقتي بيظهر لك الفاميلي اند تايب والليفل. يعني يقول لك ايه اللي هي الكونكريت 28 ميجا باسكال موجوده في بلاطه 30 سنتي عامله متر مكعب كذا في الدور الاولاني، موجوده في عمود 45 انا لازم اشيل ايتمايزد، شلت الايتمايزد بالظبط كده. تنزل بقى امسك من اول الانتر ليفل يقول لك ايه البلاطه عامله 522 متر مكعب، العمدان عاملين 35 متر مكعب، العمود 75 عامل كام 7 متر مكعب، تكلفتهم كام، دول الرقم ده دول الرقم ده دول الرقم ده، يبقى الخرسانه كلها في الدور اللي هو الانتر ليفل ثمنها كام الرقم ده. فهمنا حاجه؟ شبه مين؟ شبه الالمنت، بس هنا بتحصر ايه ماتيريال جوه مين، جوه الالمنت، يعني عكس الثانيه. الثانيه بتحصر الكولومز ومش مهم عندك ماتيريال ايه، هنا لا المهم عندي انا بحصر ماتيريال ايه وهو بيفقطها لي فين، في الالمنتس او الفاميلي ان تايبس. يعني نخش مثلا في الدور الثاني نفس الكلام، جينيريك كام 30 سنتي، هنا راوند كام 45 سنتي، كام متر مكعب وتكلفتهم كام. فاهم؟ ده من الخرسانه اللي هي كام، اللي هي 28 ميجا باسكال. ايه الالمنت؟ انا قلت لك هيبقى اركتكتشر شويه، انا قبل ما اشرحها قلت لك هو هيبقى انا بشرحها عشان تبقى اقرب للاركتكتشر شويه. حاضر. انت بتقول له من فيو سكيدول ماتيريال ايه تيك اوف مالتي كاتيجوري، بتقول له ماتيريال نيم، ماتيريال اريا، ماتيريال فوليوم، ماتيريال كوست، شيل الاريا دي مش عايزينها، نيم فوليوم وكوست، والفاميلي عن تايم. والليفل قول له فاينل ايم. ماتيريال فوليوم ايه؟ راح مفقطهم لي، رحت انا قايل له ايه؟ فلتر بالماتيريال ايه؟ نيم لمين؟ ال 35 ميجا باسكال. بتفلتر زي ما انت عايز، اي ماتيريال انت عايزها. فاهم؟ الستيل يجيب لك ماتيريال الستيل. فاهم؟ الفلتر العزل يجيب لي العزل. فاهمني؟ بالليفل ممكن تعمل فلتر تقول له مثلا ما تجيبليش بالنيم، هات لي بالليفل وهات لي اللي موجود في الليفل الثاني، يجيب لك اللي موجود في الليفل الثاني. تروح انت رايح تقول له سورتنج اند جروبنج بالماتيريال نيم، انت كده بتجيب كل الماتيريالز في الليفل الثاني. ممكن تعمل اثنين فلتر تقول له الدور الثاني وتجيب الخرسانه اللي اسمها ايه مثلا 35 مثلا. فاهم؟ بلاش 35 28. فاهم؟ وتيجي هنا تقول له ايه شيل الايتمايز، بالمنظر ده. فاهم؟
ما انت جاي فلترت بحاجتين بالليفل والايه والماتيريال. يبقى انت بتجيب كل ماتيريال في كل ليفل انت محتاجها قد ايه. التالي دي احسن. اقرب لك شويه منين؟ من التاني. صعب الكلام ده يا جماعه؟ صعبه؟ طيب ما انا بقول لك دي افضل لك من التاني. التانية هتبقى معماري اكتر. عايز تحصر ابواب شبابيك الشغل الوركينج بتاعها. احنا بالنسبه لنا شغل الماتيريال بس. هي انا شرحت لك على الثانيه كل الايه الاوامر هي نفسها فين موجوده. يعني معايا هندسه بالنسبه للكلام حد لسه هقوله المره الجايه بالتفصيل لان هو ليه تفصيله. قلت لك ليها حواراتها ولا لك المره الجايه. على حسب التعامل مع شكل شركه ايه او مكتب ايه. ملهاش شروط. يعني ما احنا عملنا امبورت الكاد بس بيجي لك جي بي جي هاي اللي هو بتسناب عليه بس لكن مش بيجي لك يترفع على طول. اللي بيحصل الكلام ده في الكوانتيتي تيك اوف. انا بتدي له بلان كاد يقعد يحصل ده الكوانتيتي تيك اوف. برنامج كان اخر فيرجن ليه 2013 ممكن تحمله وتشوفه. انت شايف انت الماتيريال تيك اوف دي لقوا الناس كلها مهتمه بيها راحوا طالعين برنامج اسمه كوانتيتي تيك اوف. الكلام ده من زمان قوي. لازم اكستنشن زي كده فاهم. بتعمل داونلود. انا قلتها قبل كده على فكره موضوع اللي هو الاكستنشن ابلكيشن ده اللي بتنزل ابلكيشن ويديك اللي انت عايزه. فاهمني؟ اشوفكم المره الجايه يا جماعه.